أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. أعزائي المشاهدين، كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أو سيدة أعمال. معنا اليوم الأنسة حلا من S&H. أهلا وسهلا، نورتينا. بنورك. بداية بنشكرك لتواجدك معنا اليوم، ونتمنى تعرفينا المزيد عنك وكيف كانت بداياتك مع S&H. أنا اسمي حلا غازي بقجاجي، كنت موظفة يعني مثل كل الموظفات، أوكي، بس إنه سعيت لحتى أنا أفتح مجال لإلي. وأنا كتير بحب الأزياء والفاشن والموضة، فقررت أفتح محل ملابس. ما شاء الله. أنسي حلا، ممكن تحكي لنا مزيد عن أنواع الملابس اللي بتقدميها؟ هلا أنا بقدم كذا، يعني مختلف الديزاينات، يعني في عندك الديزاينات الشرقية والغربية والعربية، كل شيء موجود. من ناحية الأعمار والألوان والماتيريال اللي هي بتغطي للصبايا وجميع فئات الأعمار أنا موجود عندي. طبعاً عندك جميع أنواع السايزات الموجودة. طبعاً. تمام. أنسي حلا، كيف تميزتي بتقديم هذه الملابس؟ ملابسك شو اللي ميزها عن بقية الملابس موجودة في السوق؟ هلا هو اول شيء اختياري، وثاني شيء انه انا بدأت متنوعه، يعني انت بتلاقي عندك محل عبايات، محل سبورات، محل انا جايبه السبور والشيك. حلو، يعني ممكن السيده تدخل عندك الا ما تلاقي ذوقها. هو هذا الاساس، انه انا وقت حدا يدخل لعندي بدي ما يطلع من عندي الا ليكون كل شيء موجود، لاني انا عرضت كل شيء موجود فيكون كل الاختيارات موجوده عندي. ما شاء الله. أنسي حلا، لو حبينا نحكي عن المستقبل، شو خطتك المستقبليه؟ خطتي المستقبليه اني اول شيء هلا اول خطه بلشت فيها وان شاء الله باذن الله رح تطلع اكثر، اني اخبرينا عنها لحالي. ما شاء الله، هاي اول شيء. ثاني شيء انه انا بحلم يكون عندي وان شاء الله رح احققه عده افرع. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله، منا لك الافضل ان شاء الله. انسي حلا، من خلال خبرتك وكنتي سابقا موظفه وحاليا رائده اعمال، شو نصيحتك لاي حد كان في مكانك موظف او عنده اهتمام انه يفتح بزنس في الامارات؟ انه اول شيء انه ما في شيء اسمه حلم، يعني كل اللي ببالك فينك تحققه. وثاني شيء انه الواحد يسعى، يضله يسعى لحتى يحقق حلمه. ما شاء الله، أنا ما حد ييأس. نشكرك، ونهاية بدك تخبرينا كيف ساهمت دولة الإمارات وحكومة الإمارات والأمن والأمان داخل الإمارات لحتى يساعدوا الأنسة حلا لتوصل للي وصلت فيه اليوم. والله الحمد لله، أنا دولة الإمارات كتير يعني هي كدولة كتير سهلة علينا الأشياء، وكتير خدومين وتعاملهم، ومشوا لي اموري فورا، ان كان بالرخصه ان كان فتح المحل، وشفت كثير مساعده يعني ودعم. وهون احلى شيء انه بيدعموا الاجيال، يعني اللي حابه تشتغل بيدعموها. شكرا جزيلا أنسي حلا، ونورتينا اليوم. نهايه بدنا نخبر المشاهدين كيف ممكن يوصلوا لعندك. انا بالفستيفال لاند عجمان، اماره عجمان، بوابه الامارات، محل رقم 72. شكرا جزيلا. عفوا. الى هنا اعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الاسبوع. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC الخليجيه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي امان الله.